بكم مشاهدينا. حننتقل الآن إلى الفقرة الطبية واللي حنتحدث فيها عن مرض التصلب المتعدد للجهاز العصبي أو ما يعرف بالتصلب اللويحي. وأشارت الإحصاءات الأخيرة أنه 24 من كل 100,000 شخص بالسعودية بيصابوا بهذا المرض. حننتقل الآن إلى جدة في الفقرة الأولى وحنتعرف فيها مع زميلاتنا خلود وجيهان على مزيد من التفاصيل. إليكم. شكرا لك هبة. إذا مشاهدي الكرام، تفاعلت المملكة مع حوالي 70 دولة حول العالم للاحتفال باليوم العالمي لمرض التصلب اللويحي. الهدف من هذا الاحتفاء هو نشر الوعي وكيفية الوقاية منه والتعريف بهذا المرض. هذه الفعاليات تمت في جدة ومكة والرياض لزيادة التثقيف للمجتمع. فعلا خلود، احنا محتاجين مثل هذه التوعية، خصوصا بعد ما كشفت الإحصاءات انه اكثر من 2.5 مليون شخص حول العالم مصاب بهذا المرض الذي يصيب النساء اكثر من الرجال. خلينا نشوف التقرير ونعود للحوار. سمعنا كثيرا عن الأمراض المزمنة التي يعاني منها الناس كالسرطان، أمراض القلب أو السكري، لكن هناك أمراض كثيرة لسنا على علم بها وممكن أن تؤدي إلى تهديد الحياة. أحد هذه الأمراض التصلب العصبي المتعدد أو ما يعرف بالMS. هذا المرض المزمن كثيرا ما يعمل على تعطيل الجهاز العصبي المركزي الذي يتألف من الحبل الشوكي والدماغ والأعصاب البصرية، ويصيب هذا المرض النساء أكثر من الرجال في الأعمار ما بين 20 و40 عاما. كجزء من الهجوم على الجهاز العصبي المركزي، هذا المرض يمكن أن يصل إلى مادة الميلين التي تقوم بتغليف الخلايا العصبية ويتلفها، وهذا يؤدي إلى بطء أو توقف في استقبال الأوامر بين الدماغ وباقي أعضاء الجسم، وينتج عنها عدد من الأعراض مثل مشاكل في النظر، ضعف في العضلات، عدم التوازن، والنسيان وغيرها الكثير. ليس هناك فحص محدد للتصلب اللويحي، إذ أن الأطباء يرجعون للتاريخ الطبي للمريض وبعض الفحوص البدنية، فحوص للجهاز العصبي وصورة الرنين المغناطيسي وغيرها من الفحوص لتشخيص المرض، مع أنه ليس هناك أي تفسير لمهاجمة الجهاز المناعي الأعضاء السليمة بالجسم. بعض الخبراء يذهبون إلى تفسيره بمزيج من عوامل وراثية وبيئية تحيط بالشخص خلال حياته. إذن مشاهدي الكرام، إحنا تابعنا التقرير وعرفنا يعني جوانب مبسطة عن هذا المرض اللي يمكن ما كنا نعرف عنه كثير واللي حيعطينا فكرة عنه أشمل وأوسع. الدكتور ضيفنا بالاستوديو الدكتور حسين القحطاني، رئيس قسم المخ والأعصاب بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بجدة. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير لك وللأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا دكتور. إحنا بنتكلم زي ما قلت يعني قبل شوي أنه إحنا بنتكلم على مرض مش كثير مألوف على إذننا، حكاية مرض التصلب اللويحي، فممكن حضرتك تعرف لنا هذا المرض عفوا بشكل مبسط. مرض التصلب اللويحي هو مرض طبعا مزمن يصيب زي ما قال التقرير فئة غالية على أنفسنا، فئة الشباب، عادة النساء أكثر من الرجال نسبة تقريبا 3-1. طبعا في السابق كانت التوعية الصحية قليلة جدا، فما كنا نسمع عن هذا المرض، كنا نسمع عن أمراض أقوى زي السرطان والأشياء هذه. بازدياد الوعي الصحي لدى الكثير من الناس وتواجد أنواع معينة من الفحوصات الدقيقة زي الرنين المغناطيسي وغيره، بدينا نسمع ونشوف كثير من هذه الحالات. مرض التصلب اللويحي مرض مزمن يصيب غشاء الميلين في الجهاز العصبي المركزي. أنت عارف أنه الجهاز العصبي المركزي الدماغ والحبل الشوكي، فيصيب الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب البصرية فقط، ما يصيب العضلات أو الأعصاب الطرفية. وبدايته طبعا تكون عن طريق هجوم بعض الخلايا كنوع من أنواع الأمراض المناعية، أنه الجسم نفسه بدل ما يهاجم الفيروسات أو البكتيريا بالخطأ يبدأ يهاجم الجهاز العصبي المركزي. يعني بدل يعني هذه هي الأسباب الحقيقية لهذا. أيوة، السبب الرئيسي طبعا غير معروف، لكن اللي توصلنا له أنه في ناس معينة لهم قابلية جينية يصير لهم التهاب في المناعة، أنه الكرات الدم البيضاء بالخطأ بتروح بتهاجم الجهاز العصبي المركزي وتبدأ بتسوي نقاط بيضاء وبتضعف المناعة. المناعة طبيعية لكنها مشوشة،
يعني المناعة يعني ليس لها أي نقصان نهائيا، لكنها مشوشة. بدل ما تروح تهاجم أجسام غريبة عن الجسم المفروض أنه تهاجمها، طيب إيش يخليها مشوشة؟ يعني إيش الأسباب؟ لو إحنا لو اكتشفنا السبب هذا هو العلاج أصلا، حيكون علاج المرض جدا سهل. العلماء الآن في طور الوصول إلى أسباب دقيقة للمرض. يعني أتوقع إن شاء الله خلال 5 إلى 10 سنوات المرض هذا حيكون تاريخي بإذن الله، لأنه هناك كثير من الأبحاث الأيام هذه وكثير من الأدوية الموجودة الآن. المرض هذا له بالخصوصية كثير من الأبحاث الموجهة له بالذات. ليه؟ لأنه يصيب فئة هو فئة قديم المرض؟ المرض قديم طبعا، من بداية القرن 18 هجري تم ميلادي تم اكتشافه. طب ليش الآن؟ طبعا احنا ما نعرف هل المرض زاد نتيجة تغيرات بيئية، نتيجة تغير في نوع الأغذية، نتيجة تغير زيادة الفيروسات مع الحج والأشياء هذه، أو أنه المرض موجود من أول بس أنه نتيجة تقدم في الوعي الصحي والمستشفيات والتطور الكبير اللي حصل صرنا نشوفه الآن، وتواجد برضه الميديا تويتر والأشياء دي بدل الناس تفهم إيش المرض وتعرف إيش أسبابه. طيب دكتور، إحنا بنتكلم يعني زي ما قلت لحضرتك إحنا ما عندنا خلفية واسعة عن هذا المرض، إيش هذا المرض، متى، كيف، يعني إيش ظروف ذا المرض، لكن خلينا أسأل على الإحصائيات اللي في السعودية عندنا. أيه. في المرض هذا منتشر عندنا في السعودية بشكل واسع، وهل هو موجود في مناطق محددة من المملكة ولا هو منتشر بشكل عام ما يتعلق بمنطقة عن منطقة أخرى؟ الحقيقة سؤال ممتاز. طبعا سابقا ما كنا نركز على الإحصائيات. من 10 سنوات الجاي صرنا نسوي دراسات للإحصاءات لجميع الأمراض. إحنا الآن أنا قبل حوالي تقريبا 8 أشهر شاركنا مجموعة من المتخصصين في أمراض المخ والأعصاب، سوينا اجتماع لدول الخليج العربي سويناه في دبي. هو في فيديو معروض بيتكلم بشكل مبسط بيشرح بشكل مبسط في العالم. اي في العالم، لكن طلبتي الإحصاءات داخل السعودية. نعم نعم. زمان كان كنا نقول انه 8 حالات لكل 100,000 حالة، بعدين ارتفع العدد الى 24 حالة لكل 100,000 حالة، الان لا، صار تقريبا من 50 إلى 70 حالة، فمعناته انه فعلا في زيادة في عدد الحالات في المملكة العربية السعودية. يعني هو في ازدياد؟ في ازدياد على حسب الإحصائيات الموجودة ومقارنة بإحصائيات قديمة. المرض في ازدياد جميع مناطق المملكة، تم اكتشاف كثير من الحالات. ما إيش المستجدات دكتور في العلاج، وإيش هي يعني قدرة المريض على المقاومة؟ طبعا المرض هذا قبل 20 سنة ما كان فيه له علاج نهائيا، الآن تقريبا صار فيه كثير من الأدوية الموجودة. طبعا علاج شافي معافي له، أنه المرض مثلا زي التهاب مثلا اللوز تأخذ دواء ثاني يوم تكون كويس، ما في. لا، المرض ما زال مزمن، لكن في علاجات تؤخر حدوث الهجمات وتؤخر الإصابة بالإعاقة. كان زمان الإعاقة تحصل ممكن يؤدي إلى الإعاقة؟ ممكن يؤدي إلى الإعاقة، نعم، إذا تم إهمال المريض. طب قدرة زمان كانت المريض الإعاقة تحصل من 8 إلى 10 سنوات. قدرته على المقاومة؟ قدرة المريض على المقاومة يعتمد على بالنسبة له على تعاونه مع الطبيب المعالج وأخذ العلاجات. إذا أخذ الأدوية بدري، في دراسة الآن عملت وتم القول أنه إذا تم أخذ المريض للعلاج في مرحلة مبكرة، الإعاقة حتكون مؤخرة جدا، إذا حصلت أصلا ممكن ما تحصل. ففي كثير من الأدوية الآن. المريض دكتور بالتأكيد أنه هو محتاج لرعاية. نعم. ومحتاج لاهتمام. أول شيء أنا بعرف كيف المريض، في بوادر أكيد، ما في مرض إلا لازم يكون فيه له بوادر. بوادر أول شيء. ثاني شيء، إيش اللي الرعاية اللي يحتاجها مضبوط المريض في هذه الحالة؟ الأعراض تبعه سهلة جدا، أي شخص ممكن يكتشفها. جزء من الجسم يتعطل، سواء الحركة يصير يد في ضعيفة أو رجل ضعيفة، عدم قدرة على الاتزان، شخص يكون ماشي فجأة يكون غير قادر أن يكون متزن في المشي، بيحذف ناحية جهة معينة أو رعشة معينة، تنميل فيها ألم؟ الألم نادرا ما يحصل في هذا المرض بالذات، لكن قد يحصل ألم لكنه نادر في مراحل متقدمة. عادة فقدان وظيفة معينة في الجسم، سواء عين ما عاد صار يشوف فيها لمدة أسبوع، صارت مغبشة تماما. طبعا هل دكتور احنا هنا يعني جاهزين لتقبل مثل هذه الحالات؟ يعني مثلا لو راح بأنه عنده مثلا مشكلة في عينه وراح لأي مستشفى، هل هم حاضرين الآن أنه هم فعلا يعني يقدروا يسيطروا عليه أو لا أصلا يكتشفوا أن هي هذه الحالة هو هذا؟ طبعا شوف، هذه تعتمد على قدرة الطبيب وتمكنه العلمي. الآن احنا كأطباء يعني هو حظه
مو حظ، لا احنا الان طبعا قبل 15 سنوات اقول لك صح ممكن يكون انه يروح للطبيب العام وما يقدر يشخصه، الان احنا وصلنا الى تقريبا جميع فئات الاطباء من غير متخصصين في المخ والاعصاب، وسوينا لهم توعيه كامله بمحاضرات وبكورسات وبمؤتمرات. الان اعتقد انه معظم الاطباء العامين والاطباء الباطنيين عندهم خبر عن هذا المرض. كل اللي نبغاه من هؤلاء الاطباء فقط هو انه يكون عنده حس التشخيص عالي ويحول فقط لاستشاري مخ واعصاب، ما نطلب منه اكثر من كذا، واحنا نقوم بالواجب. اول ما يجينا مريض طبعا نسوي له فحوصات كامله من ضمنها رنين مغناطيسي للدماغ، تخطيط للعصب البصري، نسحب عينه من اسفل الظهر بسيطه ما تاخذ تقريبا 5 الى 10 دقائق، نحلل السائل الشوكي. الفحوصات هذه كلها متواجده بفضل الله من جميع المستشفيات الان، سواء التابعه لوزاره الصحه او الحرس الوطني او المستشفيات العسكريه. طب دكتور، ممكن نقول انه احد اسباب هذا المرض العامل الوراثي؟ العامل الوراثي نعم، الشخص لازم يكون عنده قابليه وراثيه لتقبل المرض، ومن ثم ياتي عامل مناعي من البيئه، سواء فيروس او اكل معين. يعني في عوامل مكتسبه وعوامل وراثيه. نعم. طب هل في اي سبيل للوقايه من هذا المرض؟ الوقايه لا حقيقة، أنه وجدوا في دراسة حصلت وهي ضعيفة أنه أشخاص اللي يأكلوا كميات كبيرة من الأسماك نسبة الإصابة بهذا المرض قليلة. الشيء الثاني تعاطي فيتامين د وكالسيوم بالنسبة لصغار السن، خصوصا إذا كان عندهم معدل يعني فيتامين د، نقص فيتامين د ممكن يؤدي إلى هذا؟ نعم، من ضمن الدراسات اللي عملت أنه فعلا نقصان فيتامين د قد يكون له بسبب مباشر أو غير مباشر صلة بحدوث المرض. طب في أعمار محددة بيجيها المرض أو بيهاجم هذا المرض؟ هو يصيب صغار السن، من سن تقريبا من العقد الثاني، من سن 15 سنة إلى سن 40 سنة. طب ليه بيصيب؟ من 15 سنة نعم. ليه بيصيب النساء أكثر من الرجال؟ الحقيقة أنه ما عندنا أي سبب معين، ولكن النسبة قد يكون له علاقة بالهرمونات الموجودة في جسم المرأة. احنا نعرف أنه جميع الأمراض المناعية تحصل بنسبة أكبر في النساء أكثر منها في الرجال. صح، للأسف جميع، سواء مو قصدي للأسف بس قصدي يعني احنا ما نتمنى للرجال، ما نتمنى للرجال النساء، بس يعني من جد كثير من هذه الامور المنعيه او زي ما حضرتك قلت زي الذئبه الحمراء فعلا تصيب النساء اكثر. يعني حتى تصلب الشرايين او حتى نقص فيتامين د عند النساء عندنا هنا في السعوديه اكثر من الرجال. إيه؟ ولكن إيه؟ حتى الرجال الان وجد نسبه كبيره. طبعا نسبه نقصان فيتامين د في اخر الدراسات قد تصل الى 90% في النساء، مش بس في السعودية، في العالم العربي، حتى في دراسات أجرت في الأردن، دراسات أجرت في سوريا. رغم أنه العالم العربي عالم مشمس، ولكن قد تكون يعني من ضمن أسباب. سؤال أخير دكتور، لو تم إهمال الحالة لو تم إهمال الحاملة غالبا حيكون هناك إعاقة، غالبا حيكون تدهور في الحالة، غالبا حيكون في إصابة متكررة في أماكن مختلفة من جهاز العصب المركزي. دكتور، احنا نشكر تواجدك معنا، ويعني إن شاء الله بهذه التوعية الكبيرة إن شاء الله كل أحد يتنبه ويتم إن شاء الله علاجه مبكرا. نسأل السلامة والشفاء لكل أحد. شاكر استضافتكم الكريمة، وأتمنى إن شاء الله الصحة والسعادة لجميع المشاهدين من النساء والرجال. شكرا. مشاهدينا، فقرات سيدتي مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، ما هي أبرز عادات المشاهير السيئة؟ ولك سيدتي نصيحة لتتخلصي من عاداتك السيئة.